الحضرة بتبدا عمل حاج مع اتنين عمال في المجاري، واحد منهم فجاه كده وهو تحت بيلاقي وحش غريب جاي عليه ما تفهمش جاي منين. بيحاول بسرعه هو الراجل ان هم يخرجوا من البلاعه دي وينقذوا نفسهم، ولكنهم للاسف مش بيلحقوا. بعد كده اصحاب الوحش ده بيخرج من البلاعه للشارع بره وبيبدا يدمر في المدينه من حواليه، والوحش ده اساسا بيكون خافي. ولحد لما فجاه انا والصحاب بنشوف شويه محاربين وصحرا صينيين كده ولابسين شويه سلاسل في رقبتهم، بيستخدموا الصحاب بقى السلاسل دي والسحر ده عشان يعملوا تعويذه كده تخلي الوحش ده يظهر ويبقوا قادرين ان هم يشوفوه. الحمد لله بيقدروا ان هم يعملوا كده ويفضلوا بقى يقتلوا. لحد لما واحد منهم بيقطع له ديله بالصحاب، فالوحش بيلاقي ان هو بص انا هيتعلم عليا وفي حفله هتحصل عليا، فانا اهرب بسرعه واخلع. بيهرب الصحاب وبيخلع، بس هم بيروحوا وراه ولا احنا نسيب امه. وقبل ما الصحاب لما يروحوا وراه بيعملوا كده فاهم هم كمان تعويذه عشان يبقوا خافيين زيهم محدش يشوفهم. بيروح مع كان دكتور سترينج اللي كان سايق عربيته وماشي في الطريق في امان الله، وايز فجاه بيشوف الوحش الغريب ده رغم ان محدش من الناس العاديه يقدر ان هو يشوفه. وكمان ابو الصحاب بيشوف المحاربين والسحره دول وهما بيقتلوا في الوحش. بعد كده لما المعركه بتخلص بيموت الوحش والسحره كلهم بيمشوا. بيبقى سترينج مصدوم جدا من اللي حصل ده، عمال يقول لا اكيد اللي حصل دي تهيؤات، اكيد اللي حصل ده تهيؤات. المهم يا جدع لما بيمشوا بيكون الصحراء واقفين وشايفينه، بيبقى يتاكدوا ان هو شافهم عشان يعني يبين عليه ان هو شافنا. بيوصى بعد كده سترينج المستشفى، وزي ما احنا عارفين دكتور سترينج واحد من اكبر وامهر واشطر الجراحين بتوع المخ والاعصاب في العالم، بس يعني هو متكبر حبتين طبعا وشايف نفسه حبتين ثلاثه. المهم الصحاب بيدخل المكتب بتاعه، بيجي المدير وبيشتكي له منه، بيقول له انت بقيت بارد قوي يا جدع. فيه يا سترينج الله بطلت البرود، وكمان مش شايف شغلك عشان الدكتور جينا بتحولنا تستشيرك في حاله البنت صغيره وانت مصدلها الطرشه يعني ومش معبره، ما ينفعش كده سترينج الله. المهم الصحاب بيروح لسترينج الدكتور جينا عشان يشوف ايه الحاله دي يعني، وبيقول لها فين ام الحاله اللي انت قلتي لي عليها دي. فبتدي له ملفه بالصحاب لبنت صغيره كده اسمها كامل وبيقرا ساعتها. وبعد كده بيروح البنت النايمه في غيبوبه، بيقابل اهلها اللي بيقولوا له ان البنت كانت كويسه ومفيش اي اعراض خطيره يعني حصلت لها قبل الغيبوبه، غير بس انها كانت بتشوف كوابيس. ولما بيشوف سترينج الاشعه بتاعت المخ بتاعت البنت اللي اتعملت من اسبوع، بيلاقي انها كان عندها انسداد في شريان المخ، انما الاشعه التانيه اتعملت من كام ساعه بس لا عندها انسداد في 8 شرايين. وطبعا بيتراجع عشان هو اساسا عمره ما شاف حاله زي دي يعني، هو من اسبوع كان سجين واحد دلوقتي او 8. بتاخده بعد كده بصحاب جينا عشان توري له عنبر كم من الاطفال اللي بيعانوا من نفس الحاله دي. ولما بيكشف الصحاب الاول على كمين بيلاقيها قامت فجاه كده وهو بيشوف رؤيه الوحش كبير بيهجم عليه. وبعد كده بيفوق تاني وبيلاقي البنت غابت عن الوعي من تاني. بيمشي بعد كده سترينج من المستشفى هو مرعوب من الحاجات اللي شافها طول اليوم دي، وبتحايل عليه ام البنت ان هو ينقذها، بس هو بيقول لها يعني انا ما اقدرش يا بنتي اعمل حاجه يعني اللي في ايدي بعمله. بعد كده بصحاب بيركب عربيته وبيشوف الطريق وبيفضل يفكر في اللي حصل ده لحد لما بيتخيل الوحش اللي شافه لما كان بيكشف على كمين، فبيتخض ومش بيقدر ان هو يتحكم في العربيه وبيعمل حادثه وبيقع من فوق الكوبري. طبعا دي الاوريجن ستوري المعروفه يعني بتاع دكتور سترينج، بس صراحه ما اقدرش احد حوار الوحش يعني، بس احنا كلنا عارفين ان هو بيعمل حادثه ودي بتبوظ خالص. المهم بصحاب يفوق تاني في المستشفى، جينا بتقول له ان الحادثه اللي عملها دي اثرت على دي بشكل كبير وانه مش هيقدر تاني ان هو يرجع دكتور اعصاب زي الاول زي ما انا قلت لك، ده الاوريجن ستوري بتاعته. هنا بقى عم الحاج سترينج بيقرر ان هو يعالج نفسه باي طريقه واي ثمن، ولكنه مش بيعرف يعمل ده خالص وفلوسه كلها بتخلص وهو فاقد الامل في ان ايده ترجع تاني زي الاول. لحد لما في يوم بيقرر ان هو ينتحر، بس قبل ما بيعمل كده بيجي وانجو وبينقذه وبيقول له بقول لك ايه يا عم الحاج ما تعملش كده يا صاحبي، وبعدين نعرف مكان ممكن تعالج فيه ايدك يا عم في جبال التبت اهو يا عم يلا اي خدمه. فين سترينج بيقول له بص والله العظيم انا معيش فلوس اصلا حتى اروح هناك يعني، فصباح الفل يعني. بيرد عليه بيقول له بقول لك ايه يا جدع ومش محتاج اصلا فلوس كده انك تروح هناك، وبيطلع خريطه كده بالصحاب وبيختفي من قدامه. بيروح بعدها سترينج لجينا بيقول لها ان هو عايز بس شويه فلوس يروح جبال التبت، فتقول له والله ما يعني ما على عيني اعمل ايه معيش. فبيضطر بعد كده ان هو يروح للخريطه بتاعت وانج دي، وبعد شويه ايام وبهدله وفرهضه بيوصل المكان اخيرا وبياخدوا ساعتها السحر الاعظم بتاعهم وبيكون معاه مرضه، وبيفضلوا بقى يتكلموا شويه عن مراحل العلاج وبيقولوا السحر الاعظم ان هو لازم يعالج روحه الاول وبعد كده يبقى يعالج ايديه، وكمان يا عم الحاج انت تبدا تدريبك من بكره ان شاء الله. بياخدوا معاك وانجو وبيدخلوا اوضه كده كلها قش والمفروض ان هو هينام فيها، طبعا هي بتبقى مش عاجباه يعني بس بيضطر يعني عامل ايه وخلاص. بيروحوا معاك بصحاب السحر عشان يقاتلوا مع بعض في شويه وحوش كده شبه الذئاب، بس بيمشوا بسرعه بيرجعوا عشان ايه مات منهم حبه حلوين. استنجي عم الحاج بقى تاني يوم بيبدا التدريبات وان هو كان بيمسح الارض بايديه المصابه اساسا، والتاني يوم بتكون تدريباته هو ان هو يدمر جدار وينقل الحجاره بتاعته وبيعمل كده طول اليوم اصلا. ولما بيروح الاوضه بصحاب اللي هينام فيها بيلاقي فرشه صغيره عشان ينام عليها يعني ما تضربوني بالنار احسن يا جدعان وتخلصوني يعني. تاني يوم بصحاب بيتصدم لما بيلاقي الجدار اللي هو هدمه موجود تاني وكمان اعلى من الاول، يا جدعان مش لسه هدمه امبارح انتوا جايين تفشخوني هنا. فبيروح ساعتها بقى مزعق في وانج وبيقول له بقول لك انت شكلكم مجانين اساسا شكلكم كلكم مجموعه مجانين، وبعدين التدريبات دي مش بتساعدني ان انا اخفف دي بتنقلني اكتر واكتر. فهنا وانج بيقول له والله يا ابني الموضوع مش علاقه بايدك خالص وبعدين انت اساسا مش محتاجها. فهنا سترينج بيقول لا ما كده اكيد الناس دي مجانين يعني يا جدعان انا همشي من هنا. بيخرج بعد كده في التلج اللي بره بيفضل ماشي لحد لما بيغمن عليه، بيفتكر ذكرياته هو واخته ابر اللي ماتت بمرض في المخ وكان ساعتها هو لسه بيدرس اصلا، وساعتها هو اصر عليها انها تستناه لحد لما يخلص دراسته ويعمل لها هو العمليه، بس بسبب ان الحاله بتاعتها اتدهورت قوي لما يعمل لها العمليه ماتت. فجاه بصحاب سترينج بيلاقي السحر الاعظم جوه الذكريات بتاعته وبيقول ان هو لازم يتقبل اللي حصل وان هو مهما كان عمل ما كانش هيعرف ان هو ينقذها وان هو لازم دلوقتي يتجه للجدار عشان يحدد حقيقة
هيعمل ايه بالظبط. بيفوق بعد كده سترينج بالصحابه وبيقرر ان هو هيرجع من تاني. بيكمل بعد كده التدريب بتاعه بيكسر السور وبيبقى الساحر الاعلى شاف رؤيه عن وحشين كبار كده ظهروا في المدينه. الوحشين دول اخويا جدا وبيقول ساعتها لموردو ان هو ياخد الصحراء كلهم معاه عشان يدعوا على الوحشين دول. والمهمه بالصحاب لازم تمشي كالاتي، ان هو يبقى معاه كل الصحراء ويموتوا وحش واحد، بعد كده يروحوا كلهم مع بعض يموتوا الوحش التاني، وان هم ما يتقسموش عشان الوحشين دول اقوياء جدا ومش هينفعوا ان هم يحاربوهم لو اتقسموا. ولكن طبعا زي ما توقعت موردو بيخالف الاوامر دي وبيقسم الصحراء على الوحشين فعلا، بس بيموت منهم كتير قوي وبيخسروا قدام الوحشين. ما انا قلت لكم من الاول يا ولاد الجزمه. المهم الصحاب بعد كده بيروح الساحر الاعلى لسترينج وبيبدا يفهمه ان الموضوع في عقله، وان هو لو شايف ان الحجاره تقيله هتبقى تقيله، ونفس الكلام لو هي خفيفه فانت هتبقى خفيفه. والساحر ابو الصحاب بقى بيشد الحجاره كانها ورقه ورقه، وبيجرب بعد كده سترينج ان هو يشدها وبيسمع كلام الساحر وبيلاقي الله واي كانها خفيفه كده. فانا صراحه لو عيب بيتفرج على الهبل ده ممكن يوم جاي يقول لك انا هشيل الكومودين ده ويجي هوبا ينزل فوق دماغه. بعد كده ابو الصحاب بيصنع الساحر صف من الخيال وبيقطع بيه الصخره وبيضرب بيه سترينج، ولكن هو بيمسكه بس بيلاقي ان هو اساسا من الخيال يعني. وبيقول ساعتها الساحر الاعلى ان هو لازم يستخدم كل الطاقه اللي حواليه ويستخدمها عشان يعمل الخيال والقوه بتاعته. المهم بعدها ابو الصحاب يبقى الساحر الاعلى مع وانج وموردو بيزعق فيهم عشان هم ما سمعوش الكلام وخلى الصحراء تموت. فهنا موردو بيقول له والله بقى يعني ما انا مالي يا عم الحاج، يعني المهم ان احنا كسبنا في الاخر، وبعدين انا شايف انك كبرت قوي يعني وانك لازم تتنازل عن المنصب بتاعك ده. فبيقول له اكيد انا هعمل كده بس هتنازل عنه سترينج وانت بتدربه اساسا. طبعا موردو هنا بيغلي من جوه. تاني يوم بقى بالصحاب المفروض موردو هو اللي هيدرب سترينج، يعني المفروض انت بتدربه، ده كان هيموته حرفيا بيهري ضربه ده ان هو كان هيموته. ولكن سترينج بيبدا ان هو يتخيل سيف عشان يحارب بيه وبيبدا ان هو يضرب موردو بيه ويطيره بعيد. بيقوم بعد كده موردو تاني عشان يجمع سترينج ويموته، بس بيجي وانجو بيوقفه ويقول له بقى لك انت اتجننت ولا ايه، سيبك منه انا اللي هدربه وانت غور انت في داهيه. بيعدي بعد كده وقت من التدريب وبيكون سترينج اتقن السحر وبيعمل الساحر الاعلى في يوم اجتماع بالصحراء كلهم وبياخدهم معاه المكان كده اسمه نيكسون، وده بالصحابي المكان اللي بتتجمع فيه كل الابعاد بتاعه الكون. وبيعرف هناك منهم ان في وحش كوني كده اسمه دورمامو. ايوه دورمامو اللي كان في فيلم سترينج الاولاني. المهم يعني ان هو بيستولي على الابعاد دي وهيجي على البعد بتاعنا ولازم ان انت تزنقه سترينج وتوقفه، وهيكون دورمامو باعت وحش كده اسمه وينج ولازم ان احنا نتصرف معاه. بيقول لهم سترينج ان هو شاف دورمامو قبل كده في الاحلام بتاعه الاطفال دي، وبيقدر بعد كده يعرفوا ان هو بيحاول يدخل البعد بتاعنا عن طريق احلام الاطفال، وان احنا لازم نصحي كل الاطفال من الغيبوبه قبل ما دورمامو يعدي من خلال طفل منهم. بيروح بعد كده اصحاب سترينج وموردو المستشفى وبيخلوا جينا يغمى عليها، وبيعرف سترينج ان الاطفال زادت جدا عن اخر مره، وبيروح بعد كده يصحي البنت كاميل وبينقذها من هجوم دورمامو، لكن موردو بيخونه وبيتعاون مع دورمامو. المهم بعد كده اصحاب بيضرب سترينج وكان هيموته، بس بعد كده بيجي وانجو بينقذه في اخر لحظه. وانج ده بص راجل المهام الصعبه، بيعرف بعد كده اللي حصل. وفي الوقت ده اصحاب الوحش اللي اسمه وينج ده خرج وبدا ان هو يهجم الجيش بتاعه على المدينه. الجيش بتاعه ده اصحاب من الحشرات وبيموت كل الناس والصحراء، بس الساحر الاعلى بيقدر ان هو يدمر الجيش، بس للاسف بيموت في الاخر عشان يستهلك كل القوة بتاعته. وانج وسترينج وصلوا بعد لما الساحر الاعلى مات يعني، وانج بعد كده بيدي سترينج القيادة بتاعت الساحر اللي هتخرج قوته الحقيقيه. بيلبسها بعد كده بيجي موردو بيبقى متحكم في الاطفال عشان هو عايز ان دورمامو يجي العالم بتاعنا، فبيحصل اشتباكات ما بين وانج وسترينج ضد موردو. بيبداوا بعد كده ان هم يضربوا في بعض وبيبقى سترينج اقوى بكتير يعني، بس بعد كده بصحاب بيجي دورمامو بيموت موردو عشان هو خسر يعني، انت كمان تخسر عايز نسيبك. بيحاول بعد كده سترينج ان هو يتصدى له بس هو بيكسر له القياده اللي معاه، ولكن سترينج مش بيهمه، بيعمل تعويذه مطر عشان يطفي نار دورمامو. والله العظيم اللي كان في الفيلم كانت احسن يعني. بس بيفهم بعد كده من وانج ان دورمامو ده اساسا محمول من السحر، فبيقرر ان هو يمتص السحر بتاعه كله ويشفطه فعلا يعني، عارف انت يشفطه كله. بيتحول بعد كده دورمامو الرماد وبيموت، ويبقى كده خلاص دكتور سترينج قدر ان هو يلاقي نفسه وينقذ العالم ويبقى هو السورسر سوبريم او الساحر الاعظم، مش عارف انا اسمها السورسر سوبريم دي. المهم يعني ان هو سوبريم في نفسه يعني، بس ما علينا. المهم صديقي بس كده توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تشمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو لكريم وسام عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب السكريبت ده، وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب، وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فه، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه، وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان تعبتك معايا، وبس كده كده. نشأ في حي فقير عاملا في مطعم صغير، بالصدفة في يوم أصبح من المشاهير. بوم تشخ كونفو باندا كونفو باندا دم بدم دم دم بم دم بدم بم. المعلم شيف وقد اكتشف قدراتي، علمه أشياء تنمي مهاراتي. كونفو باندا كونفو باندا تدرب وقاتل مع روع المقاتلين، حارب معهم وحاز على لقب التنين. بوم تشخ كونغ فو باندا ديم بيم ديم بيم ديم بيم ديم بيم.